السلام عليكم يا شباب. اليوم جايب لكم استعراض مود باتمان. طبعا هذا المود له قوات خارقة كثيرة. طبعا من ضمنها انك تقدر تختار سيارات باتمان كلها، وتقدر تستخدم قوات خارقة وأسلحة باتمان كلها. طبعا إذا عجبك هذا المود، في قناتي الثانية مهندس جراند شرحت كيف تثبت هذا المود. اوكي، نروح لاستعراض. مثل ما تشوفون هذا هو قائم الاسلحة، كل قسم فيها مجموعة من اسلحة كلها متغير، يعني كل سلاح فيها قوة خاصة، تقدر تختار اي قوة. مثل ما تشوفون كل قسم فيه مجموعة اسلحة، وايضا السيارات تقدر تختار اكثر من 10 سيارات، اختار السيارة اللي تبيها. مثلا حتى في طائرة باتمان، سيارة باتمان، دراجة باتمان، بس تختار تضغط على القائمة تختار السيارة مباشرة، راح تستدعي السيارة مباشرة تلقائيا، الباتمان يركب السيارة وتستمتع في المود. طبعا هذا السيارة له قدرات خارقة، انك تقدر تسرع اسرع، يعني سريع، يعني ما السياره يعني كانك انت تمسك دبابه بهذا المعلوم، ما ياثر فيك اي شيء. زد التعطيل، يعني ما يخترب سيارتك. السرعه بالضغط على السرعه راح يشغل التوربو، راح يروح سرعه عاليه. نفس ما تشوفون هذا هو السياره، تقدر تختار من ضمن السيارات. مثلا تشوفون حتى تقدر تستخدم التنقل عن طريق الحبل، هذا هو السيارة الثاني. تقدر من ضمن السيارات نفس ما تشوفون، انا ما اقدر استعرض كل القوات وكل السيارات، ولكن بستعرض لكم بعض الاشياء المهمة، وانت تقدر تحمل المود. اوكي، هذا هو الدراجة. الدراجة له قوة خارقة، انك ما يعني ما يطيح من الدراجة ابدا، حتى لما تصطدم في السيارات في الابنية ما يطيح، ما بتطيح من الدراجة. اوكي، ما يأثر عليك اي شيء قدامك، راح يخوز اي شيء قدامك، ما يعيق اي شيء فيك. اوكي، طبعا له سرعة خارقة، شوفوا تقدر تطير اي سيارة، تدعم اي سيارة، ما يأثر فيك، بالعكس السيارات الاخرى راح تنقلب. ناس ما تشوفون مود خرافي، انصح الكل يجرب هذا المود. ادخل قناتي مهندس جراند، هناك شرحت كيف تثبت هذا المود. ناس ما تشوفون مود قوات خارقة لهذا المود، تقدر تستمتع في المود. وبس هذا هو المقطع. طبعا اشياء كثيرة، اسلحة اكثر من 50 او 30 40 سلاح متغير، من ضمنها السلاح انك تقدر تربط بين السيارة والرجل، يعني تركب حتى السيارة في قوات خارقة، انك تقدر ترمي. الناس ما يشوفون هذا هو الاسلحة مال السيارة، من ضمنها الصاروخ، رمي الصاروخ ورمي مسدسات ورمي كهرباء، صاروخ كهربائي، وايضا انك تقدر ترمي اشياء كثيرة، ما اعرف كيف اقول لكم، يعني اشياء كثيرة. مثل الناس يشوفون هذا هو الصاروخ، راح يعني كل السيارات تقدر تختار اي سلاح تريده خاص وترمي، مثل صاروخ، وايضا تقدر ترمي شو اسمه هذا، مسامير حتى السيارة يدخل في السيارة والدواليب او التاير ينفش او تخترب، يعني ما يروح سرعة المسميات. ناس ما تشوفون عندك ضربات قاضية، مثل ما تشوفون ضربات قاضية لهذا المود. عندك مثلا اسلحة كثيرة يا شباب، شوفوا قوة خارقة لهذا المود، جدا ممتاز، انصح الكل يجرب هذا المود، مود خرافي، قوات خاصة. ناس ما تشوفون راح برمي من السيارة، راح برمي مسامير، اول ما ترمي المسامير لو في سيارة خلفك راح التاير راح ينفش، يعني ما يقدر، راح يتزحلق لان التاير ينفش. شوفوا المسامير في الشارع، راح ارمي مسامير، شوفوا راح استخرج من السيارة مسامير وارميها في الخلف حتى السيارات يروح عليها والتاير
اول دواليب تخترب. مود خرافي يا شباب، هذا احلى مود شفته لين الحين. ناس ما يشوفون هذا هو القوات، من ضمنها انك تقدر تختار طربة السيارات في سيارة باتمان وتمشي فيها، او ترمي تربة الشخص على السيارة. ناس ما يشوفون انا ربطت الشخصية الشرطة، او ترمي تربة اي سيارة تريدها، مثلا هذه السيارة راح اربطها، شوفوا خلاص السيارة مربوط بالحبل مع السيارة باتمان، وين ما تروح السيارة يروح معك بالحبل مربوط. ناس ما يشوفون سيارتين مربوطة الحين، واحدة انفجر، ناس ما يشوفون هذا الثاني. اوكي ناس ما يشوفون، خرافي مود اسطوري، انصح الكل يجرب هذا المود. شوفوا السيارتين مربوطين بسيارة باتمان، شوفوا خرافي بوم. اوكي مثل ما تشوفون حتى عندك سلاح الرمح، ناس ما تشوفون رمح تقدر تغرس في اي شخصية، ناس ما تشوفون تغرسنا السلاح في الجسم، وايضا تقدر ترمي هذا السلاح ووقت ما تريده تسحبه. اوكي مثل ما تشوفون هذا هو سيارة باتمان الثالث، سيارات كثيرة تقريبا 10 سيارات كلها سيارات باتمان. ناس ما يشوفون ربطت الشخصية في السيارة، الحين السيارة الشخصية مربوط في السيارة وراح اسحبها، هذا الشخصية الثانية راح اسحبها ايضا، راح اربطها في السيارة. ناس ما تشوفون وهذا الشخصية الثالثة. اوكي خرافي، شوفوا ربطت الشخصيات الثلاثة الشرطة في سيارتي، ناس ما تشوفون. اوكي راح اربط هذه السيارة ايضا، شوفوا اوكي مثل ما تشوفون عندك هني سلاح التجميد، تجميد اي شخصية اي شرطة، وراح تكسره مباشرة بالضغط عليها. مثل ما تشوفون راح اجمد الشخصية، سلاح التجميد هذا. مثل ما تشوفون عندك سلاح الكهربائي، راح يكهرب اي شخصية الكهرباء بالسلاح الكهربائي. مثل ما تشوفون مودات كثيرة، مثل ما تشوفون هذا هو المود، مثل ما تشوفون حتى تقدر عندك سلاح التفجير الخضراء الدخان. ناس ما يشوفون عندك هنا تقدر تسحب السلاح من اي شخصية طبعا. ناس ما يشوفون راح اربط، عندك تقدر تربط بالشخصية مع بعض. ناس ما يشوفون راح اربط هذه الشخصية بعدد الشرطة مع الشرطة الثانية او مع السيارة. ناس ما يشوفون راح اربط هذه الشرطة مع الشرطة الثانية، خلاص ربطتهم الاثنين ما يقدر يتحركون. ايضا تقدر تربط السيارة مع السيارة مع ابنية، ما يشوفون راح اطير سيارة فوق، شوفوا اربط السيارة من السيارة هذا راح اربطها في البناية، راح ينسحب وراح يروح فوق البناية. ناس ما تشوفوا هذا السيارة الثانية راح اسحبها فوق، شوفوا خلاص راح فوق عن طريق سلاح الحبل سلاح باتمان. اوكي مثل ما تشوفون راح اربطها في السيارة وراح السيارة يروح خلاص، تم شوفوا تم راح الشرطي راح مع السيارة لأن ربطته بالسيارة. اوكي عندك هنا سلاح الكهربائي، ناس ما تشوفون خرافي،
أسلحة كثيرة ما أقدر أستعرض لكم، أنت تقدر تكتشفها. ما إذا طوف الفيديو، كلها أسلحة عجيبة غريبة، كلها سلاح باتمان، كل سلاح باتمان موجود في هذا المود، وأيضا كل سيارات باتمان موجود في هذا المود. أنصح الكل يجرب هذا المود. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. ناس نشوف عندك هني تقدر تطير من بناية لبناية، من برج لبرج. ناس نشوفون هذا هو المود. اذا عليك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.